أروي لمحات من سيرة محمد حميد الله، ربما ليعقد مشاهد اليوم مقارنات مع بعض علماء هذا الزمان. For me, I thought originally I thought that the Quran was the work of a man. ترجمة بلاشير قد جعلته يضل طريقه تماما. ترجمته للقرآن من أخبث الترجمات. كانت ترجمة البروفيسور محمد حميد الله القرآن الكريم إلى الفرنسية أول ترجمة يقوم بها مترجم مسلم. إتقان الحديث بطلاقة في 22 لغة، وكان يقطن في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، غير أن حميد الله ما إن غادر المكان حتى وهب الشيك لأكاديمية البحوث الإسلامية في إسلام أباد. كان يرفض استلام المال قائلاً إنه وهب العلم الذي أنعم الله به عليه لله وحده. اسمحوا لي بالتوقف هنا للحظات، فلا يمكن أن يمر ذكر البروفيسور محمد حميد الله هنا في عجالة دون أن أحاول أن أوفيه بعض حقه، خاصة لأهمية الموقع الذي تحتله ترجمته للقرآن في تاريخ ترجمات كتاب الله، والفرنسية واحدة من اللغات المهمة في العالم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيبدو أنني أحب أن أروي لمحات من سيرة محمد حميد الله، ربما ليعقد مشاهد اليوم مقارنات مع بعض علماء هذا الزمان. كانت ترجمة البروفيسور محمد حميد الله القرآن الكريم إلى الفرنسية المنشورة في عام 1959 علامة فارقة في فهم المتحدثين بالفرنسية لكتاب الله. كان عددهم في مناطق مختلفة من العالم يقدر وقت نشر الترجمة بنحو 150 مليون إنسان. كانت أول ترجمة يقوم بها مترجم مسلم. كانت حدثاً رائداً ترك أثراً جوهرياً عميقاً على كل من كان يقرأ كتاب الله بالفرنسية. ولكي نقدر الأهمية المحورية لترجمة حميد الله القرآن إلى الفرنسية، فلنعلم أنه لم يكن متاحاً قبلها للمتحدثين بالفرنسية سوى ترجمة كانت واسعة الانتشار للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير، صدرت طبعتها الأولى في عام 1947 واستمرت في الصدور حتى عام 1977. وكمثال فإن الدكتور موريس بيوكاي مؤلف الكتاب الشهير الإنجيل والقرآن والعلم قد ذكر أن ترجمة بلاشير قد جعلته يضل طريقه تماما عن فهم القرآن. For me, I thought originally I thought that the Quran was the work of a man. أعود إلى ترجمة بلاشير. كانت ترجمة مسيئة ومضللة ومغرضة إلى أبعد الحدود. اطلعت عليها لأول مرة في عام 2009 في منزل أحد تلامذة بلاشير نفسه في تونس العاصمة، الدكتور محمد الطلبي. هو يكره الإسلام ويكره القرآن، هذا لا يعرفه إلا من خالطه، لأنه كان لا يصرح بذلك، لكن من عاشره كما عاشرته حتى في بيته مرارا وتكرارا، فهو لا يحب لا الإسلام ولا محمد ولا القرآن، يزدري القرآن، ولم يكن لا مسيحيا ولا يهوديا، وإنما كان ولم يكن نفاتيا بالضبط، وإنما كان لا أدري، يعني يقول لا أدري. ترجمته للقرآن من أخبث الترجمات. هنا نتلمس أثر الفضل الإلهي على حميد الله بتوفيقه في إصدار أهم ترجمة للقرآن إلى الفرنسية إلى اليوم. بل ربما يمكن وصف البروفيسور الباكستاني محمد حميد الله المولود في 9 فبراير من عام 1908 بأنه أعظم علماء المسلمين في القرن العشرين من أوجه عدة،
فقد كان محدثا وفقيها وأكاديميا وعالما موسوعيا قل نظيره. كان إنتاجه شديد الغزارة إلى حد مذهل. ليس غريبا أنه تزوج العلم وحده طوال حياته. فلو راجعنا أضخم قاعدة بيانات عالمية للكتب ومؤلفيها worldcat.org لوجدنا حميد الله مؤلفاً لأكثر من 250 كتاباً بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية والأردو، بينها ترجمتان للقرآن إلى الفرنسية، بالإضافة إلى نحو 1000 مقال منشور في مطبوعات محكمة بعدة لغات في مجالات الثقافة والعلم والتاريخ الإسلامي. يحمل حميد الله درجتي دكتوراه، الأولى في الفلسفة من جامعة بون في ألمانيا، والثانية في الأدب من جامعة السوربون في باريس، وقد حصل عليها في 11 شهراً فقط. وبموازاة هذه الغزارة قام حميد الله بتوسيع نطاق تواصله مع ثقافات العالم، ومن ذلك إتقان الحديث بطلاقة في 22 لغة، بل إنه تعلم اللغة التايلاندية وهو في 84 من عمره. بعد حصوله على الدكتوراه من جامعة السوربون في عام 1936، عاد حميد الله إلى باكستان بعد انفصاله عن الهند في عام 1948. عاد ليشارك في كتابة دستورها الوليد، ولكنه ما لبث أن اختار العودة إلى فرنسا، حيث أمضى حياته متقشفاً زاهداً في كل شيء سوى العلم. ويروى أن ناشر كتبه الفرنسي كان يأتي له في نهاية كل سنة مالية بشيك يمثل مستحقاته المالية عن مؤلفاته، ولكن حميد الله كان يرفض استلام المال قائلاً: إنه وهب العلم الذي أنعم الله به عليه لله وحده. وكان يقطن في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة، بينما تمتلئ المساحة المتبقية بالكتب. يعيش حياته اليومية من المبالغ الزهيدة التي كان يتلقاها كمكافأة عن إلقاء محاضرات أو كراتب حكومي من العمل في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، بل إنه عندما كرمه الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق في عام 1985 وقلده هلال الامتياز وهو أعلى وسام حكومي، أرفق الرئيس شهادة التكريم بشيك قيمته 25,000 دولار أمريكي، غير أن حميد الله ما إن غادر المكان حتى وهب الشيك لأكاديمية البحوث الإسلامية في إسلام أباد. حميد الله عرفته، وكانت بيني وبينه مراسلات، وكان رجلا صوفيا طاهرا مؤمنا مخلصا يصوم الدهر. وفي ختام رحلته العلمية الطويلة، وقبل أعوام قليلة من بلوغه سن 94، استضافته السيدة سديدة حفيدة أخيه في منزلها بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية لكي ترعاه في شيخوخته. وفي 17 من ديسمبر من عام 2002 لقي حميد الله ربه أثناء غفوته بعد أداء صلاة فجر ذلك اليوم. يرحمه الله، فقد كان مثالا نادرا حقا في زماننا لأهل العلم والعلماء.